السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناتي، فكرة جديدة وموضوع جديد. قناتي كلها لكم، فلولاكم لما كانت، وبتشجيعكم ودعمكم ستستمر إن شاء الله. وكما العادة، أكثر حاجة لا أحبها أو لا ما كنبغيهاش هي قول اشتركوا في القناة، لأنه قراركم. فإن أعجبتكم فمرحبا بكم في قناتي المتواضعة، وإن لم ترق لكم فشكرا على الزيارة وبالتوفيق فالفكرة ديال اليوم كما ظهر معكم في الصورة هي كتابة ديال محمد صلى الله عليه وسلم، وكتابة اسم الجلالة الله، وهي يعني طريقة سهلة جدا. كتوجد في الأسواق، ولكن الثمن ديالهم باهت جدا، كيكونوا إما مخدومين بالحديد أو بالخشب. فلذلك يعني قلت علاش ما نفكرش في شي طريقة ونشاركها مع الأصدقاء ديالي. فهنا احتاجت ورقتين بيضاء اللي غادي نرسم فيهم اسم ديال الله، فأنا غادي نقوم يعني بكتابة ديالهم يعني بدون ما نطبع على شي حاجة، لأنني كنظن يعني الحمد لله نقدر نرسمهم، يعني متمكنة من الرسم، فغاد نرسمهم بيدي يعني ما عنديش مشكل. اما بالنسبه اللي ما كيعرفش يرسم فتقدروا توجدوهم في المكاتب او لا المحلات اللي كتباع هاد الاوراق ديال الطباعه اللي كيطبعوا فيهم ديال طرز او لا، فيمكن لكم انكم توجدوهم عندهم. فهنايا كما كتلاحظوا معايا يعني طريقه الرسم غادي تكون بسيطه وما تحتاج اي شرح، فغادي نستغل هذا الوقت وغادي نقول لكم موضوع جديد واللي هو نودع فيه السنة الجديدة. فكنتمنى أنه يعجبكم هذا الخطاب، ولا كنعتبره أنا عبارة عن خواطر، فكنتمنى تستمتعوا معايا بما ولا سليت هذا ونقصوا ونكملوا العمل اليدوي إن شاء الله. أبدأ كلماتي وأقول ما بقي إلا القليل، أيام قليلة تفصلنا للتوديع عام وعقد آخر، لبدء حياة جديدة وقلب صفحة بيضاء، لندخل عقدا أو عشرية جديدة فقدنا فيها أعز الناس والأشخاص، ولكن ما زالوا أحياء في قلوبنا، لن تنسينا إياهم السنين مهما كثرت ومهما قلت. وكذلك كسبنا الكثير كثيرا من الأصدقاء والأحباء والأوفياء، أشكر كل من أخلص لي ووقف في جانبي وقدم لي الدعم والتقدير، وكذلك آسفة لكل من أسأت إليه دون قصد مني، أعتذر عن كل عمل قمت به أداء إنسانا قريبا لفعل جهلته أو كلمات قاسية جرحته. أدعو الله أن يجعل بداية هذه السنة خطوة لنجاح كل إنسان، وعام خير لكل مسلم، وعام الأمن والسلام لكل عربي. فمن يعلم، نحن ندعو والله مستجيب الدعاء. من هنا أدعوكم وأدعو نفسي لبذل مجهود أكثر وللعطاء أكثر، نبذل قصارى جهدنا في المضي قدما نحو أهدافنا وأمالنا، نقوي إيماننا بالله ونكثر من طلب الرحمة والمغفرة والهداية، نصحح العلاقات ونصل أرحامنا وأحباءنا، ونصفي القلوب ونجد في كسب المزيد من الأصدقاء والنجاح. فمن يدري، هذه هي آخر سنة قد نعيشها، على الأقل لنكون قد عملنا شيئا نذكر به ونرحم عليه. وأشكركم جزيل الشكر على حسن الاستماع، وأترككم الآن مع نهاية العمل اليدوي وتتمته وطريقة الصنع. وبعد ما كملتها قصتها من الورق، غادي نقوم بوضعها على هذا الكالندري. من الأحسن أنه يكون هذا الورق المقوى اللي غادي نخدمو به يكون شبيه بهذا النوع ديال هذا الكارتون، فغادي نقصها ويعني خصني نحصل على جوج من كل كلمة. فكما غادي تظهر معكم في الصورة بعد ما قصتها، غادي نوريكم بأنني خدمت جوج من كل واحدة، بما أن هذيك الوسط ديال حرف الهاء صعيب باش نقصه بالورق فاستعملت كيتور. هي من الأحسن أنك تستعملي الكيتور في العمل كله، أنا ما كانش متوفر عندي كيتور، فهذا كان قصير بزاف وكان يعذب في الخدمة، لذاك الشيء استعملت المقص. المهم يعني كتحاول، يعني راه غادي يجي العمل زوين وماشي بنفس الفينيسيون اللي كيكون في
يعني في هذوك الديكورات اللي كنشريهم، ولكن كيكون كنحاول ما امكن اننا نصلوا للنتيجه اللي غادي تكون مرضيه. فهنا بعد ما قصيت هذا الشكل ديال الله، كان عندي كنت خدمت هذه محمد كما كتشوفوها معايا في الشكل محمد اللي غادي نوضعوها. فهنايا كما سبق وقلت لكم خصني اثنان من كل وحده، وكذلك خصني اشرطه اللي غادي يكون العرض ديالها ما يفوتش 2 سنتيم، يعني حسب شنو بغيتو نتوما. انا هنا كنت خديت 1.5 سنتيم، فقطعت مجموعه من الاشرطه من دوك الزوائد اللي بقاو لي متقطع، وكملت يعني من كالندريات كانوا اخرين كانوا عندي. فمن بعد ما ساليت غادي نجيب غادي نتاكد من ان عندهم نفس العبار، وغادي نقوم بالصاق هذوك الاشرطه بشكل يعني عمودي على الورقه كما غادي يظهر معكم في الصور. وبالمناسبه بما انني كان موضوع ديال هذا النهار توديع السنه الجديده، فكان كذلك توديع لهذه اليوميات القديمه اللي يعني رافقتناها على هاد السنين وكانت كتعلمنا بالايام والعطل. فهنايا غادي نثبت هاد الاوراق اللي كنقصو عبرها في الاطراف. نحاول ما امكن ان الخدمه تجي مفينيه ونطولوا شويه الخاطر ديالنا باش يجي داكشي زوين. زعما صراحه هاد العمل كيبغي شويه ديال الاتقان وكيبغي شويه ديال الخاطر، فنحاول ما امكن اننا نوسعوا الخاطر ديالنا معهم. ويعني نفس الطريقه غادي نستعملها لجميع الكلمات اللي خدمت الاسم الله والاسم ديال محمد، نفس الطريقه غادي نعمل. فهنا خديت صغير هذا الحرف ديال الالف باش نوريكم الطريقه، ونفس الشيء غادي نعمله مع باقي الكلمات. وغادي نخليكم مع الصور ونتلاقاو ان شاء الله في نهايه الفيديو. وكما شاهدتوا معايا بعد ما ساليت هاد الجوانب غادي نوضع الغراء على الطرف يعني العلوي، وغادي نوضع هاديك الحرف اللي يعني اللي غادي يكون موازي معاه باش هكا نغلقوا هاد الشكل. انتبهتوا مزيان كما قلت لكم هاد الشيء كيبغي شويه ديال الخاطر وشويه ديال الوقت. انتبهتوا كل طرف يعني كل مكان على حده باش تجي الخدمه ديالنا مفينيه. وهنايا كما شاهدتوا معايا ساليت العمل ديالي وكانت النتيجه على هذا الشكل. فما عليا غير انني نصبغهم باللون اللي غادي نبغي انا، سواء ذهبي او فضي. انا فضلت انه يكون ذهبي. وهنايا كانوا عندي هادو دوك الشكل او دوك الحركات اللي كتكون فوق الكلمات، فانا يعني بحكم ان العمل كان شويه صعيب يعني باش تدوبلي الورقه، فخديتهم غير يعني غير باش غير على ورقه يعني غير دودي، والاخرين خديتهم طروادي. فانا غادي نقوم بالصباغه ديالهم باللون الاسود، وغادي يجي الشكل ديالهم كما شفتوا رائع جدا. يعني غادي نعرف كل مكان يعني ديال الحركه كلها فين غادي تجي، فغادي نوضعها في الحائط باش يجي داك الشكل ديالهم رائع وزوين. انايا ما صبغتهمش من الظهر لانهم غادي ياكلوا لي الصباغه بزاف، وغادي ما غاديش يبان داك الشكل يعني ماشي مشكل. فهنايا كنطوي هذا الشريط البلاستيك ديال الشريط ديال اللصاق، عفوا الهضره شي مرات كتهرب. المهم غادي نطويه على 2، وغادي نوضعه هنايا يعني راه غادي يثبت مزيان، وفي نفس الوقت ما غاديش نقوم ب ما غاديش نثقبوا الحيط، وما غاديش يضيع هذا اللصاق يعني الصباغه ديال الحائط. واصلا غادي يكون يعني عمليه غادي تشد مزيان وما غاديش تطيح لان الورق خفيف بزاف ما غاديش يطيح. فهنا غادي نكملوا نفس الطريقه نوضعوا
هاد الشريط اللاصق على جميع الكلمات، ومن بعد غادي نوريكم الشكل النهائي ديالها كما وصل كما اللي حصلت عليه. فهنايا كما ظهر معايا الشكل ديال حرف الالف فهو جا لاصق مزيان، وهذا هو الشكل النهائي ديال هذا الفيديو. وكنقول لكم في اخر الفيديو شكرا بزاف لحسن المتابعه، وإلا عجبكم الفيديو كنتمنى انكم تشتركوا بالقناه وتضغطوا على زر لايك باش يوصل هذا الفيديو لاكبر عدد من المتتبعين والناس اللي كيعجبهم هذه الانواع من الديكورات. وشكرا بزاف لحسن الاستماع والمتابعه ديالكم في هذا الفيديو، وكنضرب لكم موعد جديد في فيديو جديد وموضوع جديد وفكره جديده، وكنقول لكم الى اللقاء ان شاء الله في اقرب وقت ممكن. فمع السلامه. Thank you.